الاساليب العلاجيه بقى. شوف العلاج احنا طبعا الحسب العيان، العيان ده في نزيف بسيط ولا نزيف متوسط ولا نزيف شديد. اللي جاي لك بنزيف شديد ده داخل طوارئ، يعني انت دخلته في ساعتها لازم تعمل له الاسعافات الاوليه من ان انت بتدي له محاليل وبتدي له دم وبتدي له بتدي له بحيث تستعيد هذه الكميات. وفي اوقات ما تقدرش تنتظر حتى للابحاث ان هي تنتهي، لازم تخش تتدخل. يعني ساعات النزيف بيبقى هيرايك، يعني تيجي حالات زي مثلا التقيحات القولونيه، تجد بنت عندها 19 سنه جايلك ببليدنج رهيب من الالسف كولايتس، تدخلها تبتدي تدي دم، تبتدي تحقن كورتيزون بكميات كبيره في القولون لوكال، تحقن تحقن وممكن تدي سيستميك كمان في الوريد، تجد النزيف ما بيوقفش، فبتضطر ان انت تخش تعمل استئصال كامل للقولون عشان تخلص من القصه دي. او ورم، ورم سرطاني وعامل تقيح ومره واحده راح ايه فاتح في الشريان وانت مش عارف تقفله لا بالمنظار. فبنتدخل الاول بالمنظار الكولونوسكوب، ده بيعمل كي لنقطه نازفه، والنزيف ده هو دخل بالكولونوسكوب بيعمل له كي بالمنظار، بيكوي بالمنظار من الشرج وبيعمل له كي لكل المنطقه دهيت، مع ان ده هو ورم هو لسه ما اتشالش، لكن هو بيعمل له كي جامد جدا لل عشان دي امرجنسي امرجنسي طوارئ هينزف لغايه لما يشوف. ومهما اديته دم مش هتوصل، وفي وقت معين بيخش العيان في حاجه اسمها دي اي سي. ياه دي اي سي ده مخيف، لان ده نزيف شغال وانت بتستعيد دم، فالديسمنت انتر فاسكولار كوجلوباسي ده بيحدث تحلل، الدم خلاص بيسيب بيبقى ميه بيبدا يتجلط تجلطات وبعدين يفك فجاه. اول ما يفك فجاه خلاص ما فيش ليه تقريبا علاج. دي اي سي بتبقى علاجها شيء صعب جدا. صعب جدا. ده الاسلوب العلاجي في الامرجنسي. ده في الامرجنسي. في النزيف بقى المتوسط والبسيط. المتوسط ده عاده بيبقوا حاجات اغلبها بتبقى حاجات مزمنه. يعني ايه؟ يعني تلاقي عنده مثلا بواسير بقى لها سنين، عنده دايفرتيكولار ديزيز نتوءات في القولون بقى لها سنين طويله، عنده نواصير برضه بقى لها سنين طويله، عنده التهابات انفلاماتوري باول ديزيز من فترات ايه طويله، ما بيبقاش هذا الحاجه اللي هي زي السرطان. السرطان اصله انا دايما اشوفه في حالتين، ينزيف شديد ينزيف ضعيف اللي هو الاوكلت بلاد. الوسط ده نادر ان هو يحصل ليه، ما بيبقاش كتير قوي، بيحصل دايما في البواسير الدم المتوسط. فالعينين دول اول حاجه بنعملها لهم ان احنا نطمنهم تطمينه شديده جدا، ونبتدي نخش نعمل لهم منظار. منظار هايل في القصه دي، المنظار من اجمل الحاجات اللي تاخدها لك بالذات لو عملته في ساعتها، لان العين بيبقى عنده حاله قلق شديد. بتشخص بيه، بتشوف ايه السبب، وعلى اساسه بنتم العلاج على طول مباشره. يعني العلاج في الحالات الدم دي احنا مش عايزين ننتظر، لان الدم ده بيخلي المريض في حاله يرثى لها. اصل بالذات لو الدم ده مصحوب بالم، يعني في مرضى يجي لهم مع الدم الم شديد جدا، يعني تلاقي عيان الدايفيرتيكولار ديزيز ينسف ويجي له كل